السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنك فيصل الإسلامي رفع العائد السنوي على الحساب الاستثمار اللي هو بيصدره. حساب الاستثمار ده أشبه بحسابات التوفير اللي موجودة في البنوك، يعني تقدر تحط فلوسك في بنك فيصل الإسلامي في حساب اسمه الاستثمار وتاخد عائد عليه. الحساب بيتميز ان فيه مرونة في عمليات السحب والإيداع، هنتكلم على كل التفاصيل دي، إلى جانب ان البنك افتتح فرع جديد في شبين الكوم بالمنوفية أيضا هنتكلم عنه. تعالوا نتكلم على حساب الاستثمار في بنك فيصل وسعر الفايدة عليه وأيضا افتتاح الفرع الجديد. ما تنسوش تشتركوا، شاركوا الأصدقاء، تفعل خاصية الجرس وتعالوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. بنك فيصل الإسلامي المصري بيطرح العديد من المنتجات والخدمات اللي هي بتلبي احتياجات ورغبات العملاء. طبعا الخدمات متنوعة بحيث ان هي تلبي احتياجات كل عميل، ومن ضمن المنتجات اللي بيصدرها البنك حساب الاستثمار اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، هو حساب الاستثمار بالدولار. حساب الاستثمار بالدولار البنك رفع سعر الفايدة على الحساب، اصبحت 2.20% سنويا. الحساب بيبدأ من كحد ادنى 1000 دولار، طبعا تقدر بقى تحط اي مبالغ انت عايزها. طبعا بيتميز بالمرونة انك انت تقدر تسحب وتعمل عمليات ايداع في اي وقت. العائد بيتم حسابه ازاي؟ العائد بيتم حسابه بناء على نتائج اعمال البنك، يعني 2.20% دي عملية تقديرية البنك بيقدرها خلال السنة، يعني بيديك متوسطات خلال السنة، لكن عادة البنك ما بينزلش على النسبة دي خلال نتائج أعمال البنك السنوية. طب دورية صرف العائد إمتى؟ دورية صرف العائد بتنزل في حسابك كل 3 شهور، يعني بعد مرور 3 شهور. يعني حضرتك رحت فتحت الحساب وحطيت وليكن 10,000 دولار في الحساب، بعد مرور 3 شهور بتلاقي العائد نزل في حساب، وده حساب استثماري زي حسابات التوفير اللي هي موجودة في البنوك. عادة العائد بيبقى أقل من الشهادات. مش عايزين نقارن بين حساب الاستثمار والشهادات الدولارية اللي هي موجودة، لأن حساب الاستثمار ده ليه طبيعة خاصة انك انت في مرونة تقدر تتعامل معاه في اي وقت، بعكس الشهادات اللي هي ما ينفعش تكسرها الا بعد مرور 6 شهور، وفي حالة الكسر بتخسر جزء من العائد. فده نبقى عارفين طبيعة كل وعاء استثماري احنا بندخر فيه عشان خاطر ما نعملش مقارنات. المقارنات ممكن نعملها بين حساب استثماري وحساب استثماري اخر في بنك اخر، لكن ما نقدرش نقارن ما بين حساب استثماري والشهادات او الودائع او اي اوعية استثمارية اخرى من حيث العائد. الاستاذ عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي قال ان البنك وضع خطه متكامله لتطوير جميع منتجات وخدمات البنك. التطوير ده لاستجابه للمتغيرات اللي بيشهدها العالم. طبعا حضراتكم شايفين المتغيرات اللي بتحصل على المسرح الدولي والمحلي، الى جانب ان المحافظ نفسه اكد ان البنك بيحافظ على المركز التنافسي ضمن اكبر 10 بنوك موجودين في مصر. ايه اللي بيميز حساب الاستثماري الدولاري؟ بيميزه بسهولة السحب والايداع، الحاجة التانية وده على لسان محافظ بنك فيصل الاسلامي، الى جانب الاشتراك المجاني في خدمات الانترنت والموبايل البنكي، واصدار بطاقات الخصم اللي بتمكن العميل من عمليات السحب والايداع داخل مصر وخارج مصر. والبطاقات متوفرة بتقنيات الكونتاكتلس اللي تقدر تعمل بيها المعاملات اللي هي لا تلمسية من خلال ماكينات البي او اس. كمان البنك بيقدم لأصحاب حسابات الاستثمار بالعملة الأمريكية اللي هي الدولار فرصة أداء العمرة خلال مناسبتين في السنة، مناسبة مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، من خلال عمليتين سحب البنك بيقوم بيهم كل سنة على 50 عميل. يعني البنك بيجري عمليتين سحب لاختيار 50 عميل لأداء العمرة خلال المولد النبوي وشهر رجب. نتمنى كل اللي فاتحين حسابات او اللي هيفتحوا حسابات بالدولار في بنك فيصل يكونوا سعداء الحظ بالفوز بعمرة، ويعدنا ربنا جميعا بالحج والعمرة ان شاء الله. طبعا البنك عنده منتجات وخدمات كتيرة ان شاء الله نشرحها لحضراتكم
بحيث ما نطولش على حضراتكم وقت الحلقة. البنك بيخدم ما يقرب من 2 مليون عميل ومستمر في عمليات التوسع، وآخر حاجة أعلن عنها البنك هو افتتاح فرع بمنطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بهدف التوسع ووجود المعاملات الإسلامية في عدد كبير من مدن ومحافظات الجمهورية. بنتكلم دلوقتي على 41 فرع لبنك فيصل الإسلامي منتشرين في كل محافظات الجمهورية. الأستاذ الوحيد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي أكد أن الفرع الجديد تم تصميمه وتنفيذه وفقا لأحدث التجهيزات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتزويده بكافة الإمكانيات التي توفر لعملائه السرعة والراحة والسهولة في أداء الخدمة المصرفية بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع انتقاء مجموعة متنوعة من الكفاءات المصرفية للعمل بالفرع بما يتواكب مع هوية البنك في ريادة الصيرفة الإسلامية داخل السوق المصري، وبما يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بمختلف الفئات ونشر الثقافة المالية التي تساهم في استقرار الاقتصاد المصري. محافظ بنك فيصل الإسلامي أكد أن البنك مستمر في عملية التوسع، وإن شاء الله في فرع جديد هيتم افتتاحه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبنك بيستهدف أنه يوصل لعدد فروعه إلى 62 فرع. في النهاية بنك فيصل الإسلامي رفع العائد على حساب الاستثمار الدولاري إلى 2.20% سنويا. الحساب يتمتع بالمرونة في عمليات السحب والإيداع، وبتقدر تاخد عليه بطاقة خصم تسحب فلوسك بسهولة. الحساب بيبدأ من $1,000، تقدر تحط المبالغ اللي انت عايزها، بتاخد العائد كل 3 شهور، والعائد بيتم حسابه على أساس نتائج أعمال البنك. وأيضا البنك تضع فرع جديد اللي هو شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبيستعد لفتح العديد من الفروع خلال الفترة القادمة، ومنهم فرع العاصمة الإدارية. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا أصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. الشهادات الامنية وانت بتستخدم الخدمات المصرفية عن طريق الموبايل او المحمول مهمة جدا، لازم نراعيها بحيث انك انت ما تتعرضش لعمليات سرقة، ما تتعرضش لاي هاكرز على الجهاز بتاعك ياخد كل الداتا بتاعتك ويبدأ يستخدمها براحته. فمهم جدا واحنا بنستخدم خدماتنا المصرفية نتبع الارشادات الامنية اللي خاصة بكده. احنا اعتمدنا في الارشادات دي الموجودة في الحلقة.